بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. ان شاء الله يا جماعه النهارده هنتكلم مع بعض في موضوع من اهم مواضيع الاي دي اف، بل ايضا من اهم المميزات اللي بتميز الفريم ورك بتاع الاي دي اف. ايه هو؟ هو موضوع الاي دي اف سكيورتي. اي دي اف سكيورتي، ازاي اقدر احقق السكيورتي في الابلكيشن بتاعي من خلال الاي دي اف فريم ورك. ودي زي ما انا قلت من اهم مميزات الاي دي اف، ان انا اقدر استخدم الاي دي اف ان انا احقق مبدا السكيورتي في الابلكيشن بتاعي. فواحد يقول لي ايه؟ واحد يقول لي يا باشمهندس، هو مش السكيورتي ده معناته ان انا اعمل مثلا فورمه لمثلا يوزر نيم وباسورد، واليوزر ده لو موجود يدخل على الابلكيشن بتاعي ولو مش موجود ما يخشش على الابلكيشن بتاعي؟ اقول له فعلا كده مظبوط، ولكن احنا عشان نشرح السكيورتي في مفهومين لازم نعدي عليهم، في مفهومين لازم نعدي عليهم ونفهمهم كويس عشان نعرف ازاي نحقق السكيورتي. تعال نشوف مع بعض. اول مفهوم هو بيقولوا عليه الاوثنتيكيشن، تاني حاجه بيقولوا عليها الاوثرايزيشن. يعني ايه؟ تعال نشرح الاول يعني ايه اوثنتيكيشن، يعني ايه اوثنتيكيشن. تعال نشوف مع بعض. لو ده مثلا السيستم بتاعي، يعني ده الابلكيشن بتاعي، طيب وبعدين طبعا الابلكيشن بتاعي ده بيحتوي على مجموعه من الصفحات انا عاملها عشان اليوزر يستخدم. طيب في دلوقتي يوزر اهو عايز يدخل على السيستم بتاعي، حلو. اول حاجه انا حابب افهمها هو من حقه يدخل ولا ما يدخلش، صح ولا لا؟ اليوزر ده موجود عندي في السيستم ولا مش موجود؟ هو ده اللي بيقول عليه الاوثنتيكيشن، ان انا اتحقق اليوزر ده موجود ولا لا. بمعنى ان انا طلع له مثلا شاشه اقول والله دخل اليوزر نيم ودخل الباسورد بتوعك، بحيث ان انا اتاكد ان انت هو انت، صح ولا لا؟ يعني ايه انت هو انت؟ يعني انت ابراهيم القداح ولا مش انت؟ فانا مثلا مسجل على السيستم ابراهيم القداح والباسورد 123، يبقى انا هكتب هنا ابراهيم القداح والباسورد 123 واقول له لو سمحت دخلني، فيدخلني. يبقى انا كده دخلت على الابلكيشن بتاعي. ليه؟ لان الابلكيشن اتاكد ان انا فعلا ابراهيم القداح من خلال الباسورد اللي انا مديهوله. طيب ابراهيم القداح دخل على السيستم خلاص، يعني انا خلاص اجتزت هذه المرحله، دخلت على السيستم لقيت هنا جوه الابلكيشن تمام. تعالى بقى إيه؟ انت من حقك تشوف الصفحه دي ولا لا؟ طب من حقك تشوف الصفحه دي ولا لا؟ هتقول لي هو انا مش دخلت يبقى خلاص؟ لا. المفهوم الثاني اللي هو الاوثرايزيشن بيقول لك ايه؟ بيقول لك طالما دخلت مش بس ان انت دخلت وخلاص، امال ده انا لازم كمان اعرف انت من حقك تعمل ايه في السيستم؟ تشوف الصفحه دي ولا لا؟ طب تشوفها تعدل فيها ولا ما تعدلش؟ وهكذا. يبقى الاوثنتيكيشن ان انا اشوف انت مين؟ انت تخش ولا ما تخش؟ الاوثرايزيشن معناها ان انت تدخل. طيب دخلت من حقك تعمل ايه؟ ده اللي احنا عايزين نحققه في مبدا السكيورتي. يبقى السكيورتي شامله الاثنين دول، اللي انا دخلك وبعد ما دخلك كمان اشوف من حقك تعمل ايه في السيستم بتاعي. واحد يقول لي ايه؟ طب يا باشمهندس ازاي بقى اقدر احقق المبادئ دي اللي هو مفهوم السكيورتي، اللي انا ادخل اليوزر موجود ولا لا، وطب ومن حقه يعمل ايه؟ الكلام ده ازاي اقدر احققه؟ في طريقه احنا بنتبعها في الابلكيشن بحيث ان احنا نحقق المبادئ دي. الطريقه دي بيقول عليها ايه؟ بيقول عليها الرول مع اليوزرز مع الريسورسز. بمعنى يبقى انا عشان احقق المبدئين دول، ان راجل يدخل ولا لا ومن حقه يعمل ايه ولا ما يعملش، بستخدم حاجه اسمها رول وحاجه اسمها يوزرز وحاجه اسمها ريسورسز. ايه بقى علاقه الثلاثه دول باللي انا احقق السكيورتي؟ تعال نشوف مع بعض. انا دلوقتي في السيستم بتاعي عندي مجموعه من الصفحات، دي صفحه واثنين وثلاثه واربعه، طيب وعندي مجموعه من اليوزرز اهو، ادي يوزر واحد، ادي يوزر اثنين، ادي يوزر ثلاثه. طيب دلوقتي الراجل ده لما يخش على السيستم، ايوه، من حقه يشوف الكلام ده ولا مش من حقه؟ من حقه يشوف الصفحه دي ولا لا؟ طيب يشوفها يعمل فيها ايه؟ يعدل فيها ولا ما يعدلش؟ الكلام ده كله. قال لك بص عشان نقدر نسيطر على الموضوع ده، طب ما انا مش هقدر حضرتك ان انا اعمل ايه؟ ان انا اروح لليوزر الواحد، ايوه، واروح اجيب الصفحه دي ودي لليوزر ده، وكمان ادخل اليوزر ده كمان، ايوه، واجيب الصفحه دي ودي لليوزر ده. طب افرض عندي يوزرز كتير، وافرض كمان عندي اليوزر ده زي اليوزر ده من حقه يشوف الصفحتين الاولانيين، يبقى انا اروح اسجله لده ولده؟
قال لك طب نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها، يبقى انا كده دلوقتي عندي هنا يوزرز، عندي هنا ايه؟ يوزرز. طيب اليوزر ده عايز يشوف ايه؟ الصفحات، الصفحات دي بيقولوا عليها ريسورسز. يبقى عرفنا يعني ايه يوزرز، الناس البني ادمين اللي عايزه تخش. طيب الريسورسز الحاجات اللي اليوزر عايز يشوفها، اللي هي ايه؟ اللي هي زي الصفحات، صح ولا لا؟ طيب الطريقه التقليديه ان انا اقول اليوزر ده في جدول مثلا، اعمل جدول، ايوه اليوزر ده ايوه، واعمل جدول ديتيل في الصفحات بتاعته، واليوزر ده كمان في الجدول، وفي الجدول الديتيل الصفحات بتاعته. قال لك لا، ده في طريقه احسن، ان احنا نعمل حاجه اسمها رول. حاجه اسمها ايه؟ رول. ايه رول دي؟ بص يا سيدي، الرول دي انا هعملها مثلا اسمها رول ادمن. ادمن. طيب الرول ادمن دي هاساين فيها حاجتين، هحط فيها حاجتين، هحط فيها صفحات، هحط فيها الصفحه الاولانيه والصفحه الثانيه. حلو، يبقى ادمن دي الرول دي، ايوه هحط فيها الصفحه الاولى والصفحه الثانيه. طيب والرول دي كمان ايوه اقدر اساين فيها يوزر، بحيث انا هقول له ده اليوزر ايه، وده اليوزر بي، وده اليوزر سي. اقوم انا حاطط اليوزر بي ده هو في الرول دي، يبقى اصبح طالما هذا اليوزر موجود في الرول اللي اسمها ادمن، والرول ادمن دي فيها الصفحات واحد واثنين، يبقى من حق اليوزر ده ان هو يشوف الصفحه واحد واثنين. هتقول لي طب بالنسبه للتانيين، هعمل مثلا يوزر ثاني، هعمل رول ثانيه وليكن مثلا هنسميها كاستمرز. طيب الكاستمر ده لما يجي يخش انا هحط ده اليوزر ده هنا. طب الكاستمر ده من حقه يشوف ايه؟ اشوف ممكن مثلا اجيب الصفحه دي واحطها في رول دي. يبقى اليوزر اللي اسمه سي ده طالما هو في رول دي مش هيقدر يشوف الا هذه الصفحه. وصلت الفكره؟ يبقى انا بعمل ايه؟ ثلاث حاجات. يوزرز عايزين يخش ليه؟ عشان يستخدموا مجموعه من الصفحات. طيب بعملها ازاي؟ بعملها من خلال حاجه اسمها رول. رول دي حاجه بتجمعهم هما الاثنين، بتجمع اليوزر مع الصفحات اللي هو من حقه ايه؟ يشوف. طب انت استفدت ايه؟ استفدت مثلا ان انا عايز اليوزر ده زي ده يشوف نفس الصفحات، هعمل ايه؟ مش هقصان الصفحات تاني، مجرد بس ان انا اجيب اليوزر ده احطهم بس خلاص، يبقى ده زي ده موجودين في الرول دي. خلاص كده يبقى من حقه يشوف صفحه واحد وصفحه اثنين. وصلت الفكره؟ ومش كده وبس، ده انا ممكن اخلي اليوزر موجود في ادمن وموجود في كاستمر. صح ولا لا؟ كنت هتعمل ايه؟ كنت انا في الطريقه العاديه هروح اكتب اليوزر بتاعي وبعدين احط له صفحه واحد وصفحه اثنين وصفحه ثلاثه. لا، هنا انا عملت كام مره؟ رول واحده، رول واحده بس. بحط فيها كل الصفحات مره واحده، واقعد اساين بقى اليوزر على رول زي ما انا عايز. وصلت الفكره؟ الاي دي اف سكيورتي بيعمل لك الكلام ده اوتوماتيكيا، بمعنى ان انا مش هكتب كود، هي كلمه ونص كله باليوزر. هعمل ايه؟ هروح اعمل اليوزرز، او ممكن اعمل الرولز الاول وبعد كده اعمل اليوزرز واحط اليوزرز في رول، وبعد كده احط الصفحات في الرول بتاعتي، ونشوف الموضوع ده بيحصل ازاي. وانا زي ما قلت لك ده من اهم مزايا اللي انا بعتبرها في الاي دي اف. تعال نشوف مع بعض الموضوع ده بيحصل ازاي. تعال بص، تعال نعمل ابلكيشن جديد هنسميه مثلا اي دي اف سكيورتي مثلا، ونكست فينش. كده عمل لك الابلكيشن. طيب وبعدين تعالى نعمل الجداول اللي احنا نشتغل عليه. نيو بزنس كومبوننت. طيب وبعدين تعالى نعمل ايه؟ كرييت مثلا ايه؟ هنشتغل على السكيما بتاعت سكوت. شوف اي سكيما تعجبك. سكوت كولكشن. طيب واليوزر نيم سكوت، والباسورد تايجر. طيب واللوكال هوست، واسم الداتا بيس انا مسميها او ار سي ال ال، وكان رقم البورت كنت انا مسطبه على 22. تعال نعمل تيست سكسس. اوكي اوكي طيب هنشوف جداول ايه. انا عايز الاند والديبارتمنت، هنعمل منهم انتيتي اوبجكت. نكست طبعا ممكن تحط بقى كل واحده في باكج
مش مشكلة يبقى حط انت بقى ايه كل واحدة تذاكر زي ما شرحنا في فيديوهات قبل كده. نيكست ابلكيشن موديول هسميه مثلا ايه سيكيورتي ابلكيشن موديول. نيكست فينش كده انت عملت البيزنس كومبوننت بتاعت المشروع بتاعك. نعمل سيف ونيجي هنا خلاص ده موضوع انتهينا منه. نيجي بقى هنا فين في ال ADF config عايز اعمل ايه؟ تعال نعمل الصفحات بتاعتنا. هعمل اول صفحه هسميها مثلا صفحه الايه الديبارتمنت وهعمل الصفحه الثانيه صفحه الامبلويز وهعمل الصفحه الثالثه هعمل الاثنين مع بعض امبلوي وديبارتمنت. طيب هنعمل ايه؟ نخلي كلهم وايلد كارد عشان يبقوا كلهم جلوبال. ادي الصفحه الثانيه وادي الصفحه الثالثه. نسيف. طيب وبعدين اخ والله تعال نعمل الصفحات اللي احنا عاملينها. لو انت عايز تعمل تمبلت اعمل، مش عايز يعني دي حاجه از لايك. اوكي تعال نعمل الصفحه الثانيه تعال نعمل الصفحه الثالثه. تعالى بقى في الصفحه الاولى بتاعت الديبارتمنت هنعمل فيها ايه؟ هنعرض فيها الادارات بتاعتنا. هنعرضها على انها ايه؟ هنعمل لها تيبل اي دي اف تيبل. دي بالنسبه لصفحه الادارات. تعالى في الصفحه الثانيه بتاعت الايه امبلويز نعرض فيها الامبلويز بتاعنا ال اف تيبل. اوكي كده عملنا الايه الموظفين. تعالى نعمل هنا ماستر ديتيل ادي الديبارتمنتس نعمله مثلا على انه فور. اوكي ونعمل تحت منه الموظفين. طبعا ايه ده ماستر ديتيل عشان كل اداره يعرض للموظفين بتوعها. طبعا زي ما قلت لك ممكن تعمل بقى تمبلت وتظبط امورك زي ما انت عايز. طيب كده الصفحات بتوعك اقدر اقول لك انها صفحات مكتمله. مجمعهم فين؟ مجمعهم هنا هم اهو مظبوط كده. ده اول واحد وده ثاني واحد وده ثالث واحد. طيب وبعدين المفروض بقى ان انا اعمل ايه؟ ان انا والله محتاج اعمل صفحه لوجن واللوجن دي اليوزر لو موجود يدخل مش موجود ما يخشش والكلام اللي هو ايه من حقه يشوف ايه والكلام ده كله. الكلام ده المفروض نعمله ازاي؟ المفروض جداول في الداتابيز ونعمل فيها اليوزرز ونعمل اليوزرز موجود في ايه في الرول الفلانيه والرول دي فيها فورمز او الصفحات ايه. كل الكلام ده كنا بنعمله قبل كده في الفورمز يعني الناس بتوع الفورمز او في اي ابلكيشن ممكن تعمله بهذه الطريقه. الطريقه دي طريقه ممتازه ما فيش فيها اي مشكله ولكن الاي دي اف ادالك طريقه سهله ممكن تعمل بيها الكلام ده. اول حاجه في الاي دي اف
ان اليوزرز بالرولز بتاعتهم ما هياش متخزنه في الداتابيز. امال متخزنه فين؟ متخزنه في فايل اكس ام ال. تعال بقى نشوف الموضوع ده بيحصل ازاي. كل اللي انا عملته في الاول ده انا بجهز الصفحات وبجهز الليله بتاعتي مش اكتر. طيب وبعدين اللي انا عايز اعمله بقى دلوقتي ان انا ابتدي ان انا انيبل الاي دي اف سكيورتي. تعال نشوف بنينيبل الموضوع ده ازاي. بنروح على ابلكيشن، بنختار حاجه اسمها سكيور اي دي كونفيجر اي دي اف سكيورتي. ولو عايز تحقق الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن قول له اه، ممكن واحده فيهم نيكست. طيب اعمل لك انا لوجن يدخل عليها وصحح ايرور كمان قول له اه. طبعا الصفحات دي اتش تي ام ال. نيكست نيكست فينش. اه هنا الراجل بيقول لك ايه، هل ممكن اعمل لك صفحه ويلكم بيج؟ يعني صحح يعني لو الراجل دخل بنجاح الصفحه دي اتعرض قول له لا مش عايز مش مهم، هيعرض الصفحه بتاعتي على طول فينش. الراجل بيقول لك ايه، الامور مشيت بايه بنجاح ماشي. وبعدين هتلاقي حاجه مهمه جدا، هتلاقي في فايل جديد اتعمل اسمه ويب لوجيك. فايل جديد اتعمل اسمه ايه؟ ويب لوجيك. طيب وبعدين تعالى بقى انت المفروض تعمل ايه؟ قال لك والله المفروض ان انا امشي في الخطوات اللي انت قلت عليه اللي هي ايه؟ اول حاجه اروح اعمل الايه؟ الرولز. تعال نشوف. ادي سكيور اهو رولز. بس اي دي اف او ابلكيشن رولز. اوثنتيكيتد رولز دي يعني ايه؟ دي بحط فيها الصفحات ان اللي انت عايز اي حد يخش عليها من غير اي صلاحيه. لكن انا عايز دلوقتي اعمل ايه؟ انا عايز دلوقتي ان انا احقق اعمل انا الـ 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 الرول بتاعتي. اعمل ايه؟ مفيش. اد نيو اسمها ايه؟ مثلا تعالى نسميها مانجر رول، اسمها مانجر، اي مدير اي مدير. طيب ديسبلاي نيم مش مشكلة. طيب وبعدين اعمل واحدة كمان رول تانية هسميها امبلوي بس خلاص. طيب عملت واحدة وعملت التانية، تعالى بقى نعمل اليوزرز. يبقى انا كده عملت كام رول؟ امبلوي ومانجر تمام. تعالى بقى نعمل اليوزرز. مين اليوزرز؟ تعالى نعمل اول يوزر اهو من هنا هسميه ابراهيم. طيب والباسورد؟ الباسورد مثلا تعالى سميه ويلكم ويلكم واحد. طيب تعالى نعمل واحد كمان نسميه ايه؟ نسميه زياد. طيب والباسورد ايه؟ الباسورد هنسميه برضو ايه عشان ما ننساش، ويلكم اثنين ولا ويلكم واحد؟ ويلكم واحد برضه. طيب مفيش حد خد باله من حاجه؟ ايه؟ خدتش بالك ان انا في فايل جديد اسمه ايه؟ جازن ماينس داتا، ده فايل اكس ام ال، ده الفايل اللي انا كنت بكلمك عليه. الفايل ده بيحتوي على اليوزرز والرولز بتاعتهم وكل حاجه اهي. ده الكود بقى اللي ايه؟ اللي هو عمله بالنيابه عنك. طيب وبعدين؟ تعالى بقى نشوف كود الاكس ال الريسورسز بتاعتك. الريسورسز بتاعتك دي الصفحات اللي هو هيشوفها. ده الجزء بتاع الريسورس. يعني الصفحات دي هتحطها في اي رول. طيب هتقول لي طب ما انت برضه عملت اليوزرز وعملت الرولز بس انت لحد دلوقتي ما حطيتش اليوزر في الرول. بالظبط، تعال نحطهم قبل ما نقصير. انا دلوقتي بعمل ايه؟ عملت اليوزرز وعملت ايه؟ وعملت الرولز، بس اليوزرز مالهاش دعوه بالرولز. تعال بقى نحطهم اهو. اروح على اليوزرز، اروح مثلا على ابراهيم. ابراهيم دي اهو هتلاقي هنا assigned roles اهي. عايز تحطه في ايه؟ تعالى مثلا نحطه في، نخلي ابراهيم ده مانجر اهو. خلاص ابراهيم اتحط في مانجر. طيب بالنسبه لزياد، زياد تعالى نحطه في انجلي ماشي خلاص. طيب انت كده حطيت اليوزرز في roles. تعالى بقى نعمل ايه؟ الخطوة الثالثة ايه؟ ان انا اعمل ايه؟ الريسورسز. طب ما انا عاملهم اللي هي الصفحات بتاعتي. لا، اللي انا احطهم في الرولز بتاعتي. تعال نشوف،
هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الريسورس تايب. ما هو كان شايفين انها صفحات، ما هي مش صفحات وبس، ده ممكن انا اساين تاسك فلو بحاله، يشوف التاسك فلو ده كله على بعض او ما يشوفوش. تعالى انا عايز ويب بيج، ايه ادي الصفحات اللي انت عليها، مفيش حاجه ثالثه. طيب بالنسبه للديبارتمنت، قال لك والله الديبارتمنت دي انا عايز اساينها لمين؟ ل لاي حد، مفيش مشكله. ايه طيب بالنسبه للامبلويز، لا الامبلويز دي انا اساينها لمين؟ نديها للموظف بس. طيب والامبلويز والديبارتمنتس مع بعض، لا دول المانجر بقى. بالنسبه للصفحه دي هنخليها للمانجر بالظبط كده. شفت بقى انا عملت ايه؟ خليت الصفحه دي في الاوثنتيكيتد رولز، يعني ايه؟ يعني اي حد يقدر يشوفها. والصفحه دي لا، للرول بتاعت الامبلوي، وهنا الرول بتاعت المانجر بس كده. شفت الموضوع غايه في التفاهه اللي في الدنيا. طيب وبعدين هتلاقي هنا صفحه اللوجن اللي انا بقول لك عليه دي، الصفحه اتعملت ايه لوحدها. ممكن طبعا تعمل ايه؟ ممكن طبعا انت بقى تغير لون الخلفيه وتعمل اللي انت عايزه والديزاين الشكل اللي يعجبك، المهم ان الحاجه اتعملت قدامك اهي، ودي صفحه اتش تي ام ال عاديه جدا. طبعا دلوقتي لو عملت رن تعال نشوف ايه اللي هيحصل. لو كتبت مثلا هنا ابراهيم، انا قلت ايه؟ نحطهم مثلا ويلكم واحد، ونكتب ونضغط على سبمت. المفروض ان اليوزر ده صحيح، يعني ايه؟ اتاكد ازاي؟ بص تعال نعمل ايه، رن تاني اهي. تعال اكتب اي حاجه، قول له سبمت، هيقول لك انفاليد يوزر نيم مصر، اللي انت كتبته ده كلام غير صحيح. لكن لما تعمل رن للصفحه دي وتخش وتكتب الكلام صح، شوف هيطلع لك الخطا اللي احنا شفناه دلوقتي. عايزين نعرف بقى الخطا ده طلع ليه وايه السبب فيه. تعال نشوف، لو انت كتبت اهو، كتبنا هنا ابراهيم وادي الباسورد حفظناه ونعمل سبميت، هيطلع لك الايرور ده 403 فوربيدن، يقول لك انت ممنوع ان انت تدخل. ممنوع؟ ممنوع ايه؟ اذا كنت انا يعني الراجل خلاص، يعني لو كان اليوزر نيم والباسورد غلط ما هو طلع لي وقال لي ما ينفعش ان انت تخش. لكن معنى كده اللي هو ما يطلعليش رساله، معنى كده ان الموضوع صح، ان اليوزر نيم والباسورد ايه؟ مظبوطين. طب هو ليه ما يدخلنيش؟ بص يا سيدي اقول لك ليه. هو لما جه يدخلك خلاص انت دخلت، مش عارف يفتح اي صفحه من دول. صح ولا لا؟ يبدا بمين؟ وصل في الفكره؟ ليه؟ لان ده unbound task flow، لازم تحدد له يبدا بايه؟ تعالى بقى نشوف، نعمل رن كده ونشوف. بص هعمل رن ازاي؟ على ال unbound task flow ونعمل رن. بص هيطلع لك هنا يقول لك ايه؟ هيطلع لك رساله يقول لك عايز تبدا باي صفحه، يعني البدايه تبقى منين؟ هقول له والله البدايه مثلا تبقى من هذه الصفحه. بس تعالى بقى نشوف الرن ايه اللي هيحصل فيه. هيفتح ايه؟ هيفتح لك الصفحه بتاعت اللوجن عاديه اهي. هقول له مثلا ابراهيم والباسورد وسبمت، ايه اللي هيحصل؟ بص راح فتح لك الصفحه. وصلت الفكرة؟ عرفت الايرور ده بيبقى سببه ايه؟ الصفحة فتحت قدامك. معايا؟ طيب. تعالى بقى ايه أقول لك، لو هو مثلا عايز مثلا أحط زرار بطن معين، تعالى برضه حركة لطيفة نعملها مع بعض. بص. آدي صفحة الديبارتمنت. تعالى نحط هنا مثلا ايه؟ نحط بطن. قبل التيبل فوق، وحط جنب منه اوبوت تكست. اوبوت تكست ده هكتب فيه ايه؟ عايز اكتب فيه ويلكم فلان، ويلكم ابراهيم، اسم اليوزر اللي دخل. ازاي؟
في اكسبريشن بيلدر نفتحها هتلاقي فيه هنا في الاي دي اف بايندنج هنا اهو حاجه اسمها سيكيورتي كونتكست. هتلاقي فيه هنا حاجه اسمها يوزر نيم. فيحط لك اسم اليوزر اللي داخل. هتقول له ويلكم، لو داخل بابراهيم يقول لك ويلكم ابراهيم، شيل دي ويحط مكانها ابراهيم. طيب نشوف ونعمل رن. تعالى نقول له رن. بص ايه اللي هيحصل. قول له هنا هو ابراهيم، قول له سبميت. قال لك ايه؟ قال لك ويلكم ابراهيم. وصلت الفكره؟ طبعا ده ايه، لو انت عايز ويلكم ابراهيم دي بقى تظهر في جميع الصفحات يبقى تعمل تمبلت وتحط بقى الايه الاوتبوت كيس ده في التمبلت، بحيث التمبلت هتبقى في كل الصفحات. طيب بالنسبه لهذا البطن، البطن ده انا عايز اليوزر لو هو في رول بتاعة المانجر يشوفه، لكن لو هو في رول بتاعة الامبلوي ما يشوفهاش. هيقول لي طب ما ابراهيم كده في المانجر يبقى هيشوف. طيب عايزين بقى نجرب نخش بالزياد، طبعا هيشوف الايه البطن. لا انا مش عايز اشوفه. ليه؟ لان الزياد ما هوش في رول بتاعة مين؟ المانجر. طب نعملها ازاي؟ بص ادي البطن، هروح على رندر، خاصيه الرندر ترو ولا فورس، يظهر ولا ما يظهرش. واروح على السكيورتي كونتكست، هتلاقي هنا حاجه اسمها ايه؟ يوزر انرول. ده الاجابه بتاعتها يا ترو يا فورس، يعني هذا الفاريبل اكسبريشن فاريبل ده ماله؟ قيمته يا لا. هل اليوزر موجود في الرول دي؟ بديها له كده. اسم الرول ايه؟ اسم الرول مانجر. إيه عشان اسمها مانجر لازم نتاكد اهو. هقول له اوكي. بقول لو اليوزر في مانجر يظهر. طيب الرول اسمها ايه فعلا؟ تعال نشوف. اهو مانجر فعلا. الرول اسمها مانجر اهي. فانا بقول له ايه؟ بقول له لو اليوزر في مانجر الزرار ده يظهر. اليوزر مش في مانجر الزرار ده مش هيظهر. تعال نجرب كده. نعملها. اهو. تعال نشوف زياد. وادي السبميت بتاعته. المفروض الزرار ما يظهرش. فعلا الزرار ما ظهرش، وقال له ويلكم ايه؟ زياد. كده يبقى انت حققت السكيورتي بتاعك بالحاجه اللي انت عايزها، وانت شايف ان انا ما حطيتش صوابعي على الكيبورد، كل ده كان وزارد. اتمنى ان انا اكون وصلت المعلومه بشكل كويس، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.